وكان الله غفورا رحيما. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا. كانوا أربعة مدججين بالأسلحة، أسلحة كالتي تستخدم في الحروب. أمرني كبيرهم بالسجود مصوبا فوهد سلاحه في رأسي وداس بحذائه السميك على رقبتي، بينما بدأ الآخرون في العبث بعنف في كل محتويات الشقة. تسلل الخوف إلى كل خلايا جسدي لدرجة أني توهمت أن لساني قد عجز عن النطق وتوقف قلبي عن النبض. كنت منقادا لهم، يداي مقيدتان خلف ظهري توجهني قبضاتهم الخشنة. غادرت الشارع معهم على مرأى كل الجيران ووسط كم هائل من الشتائم وتهديدات بالقتل واتهامات عديدة والتي حتما أنا بريء منها. غموا عيوني برباط متسخ، قطرات دماء تتساقط من معصمي المربوط برباط بلاستيكي. زادت ضرباتهم وتفرقت أماكنها على جسدي. شعرت بطعم مالح في فمي فعرفت أني فقدت إحدى أسناني. وبالرغم من أن جيراني هم من سبوني وهددوني بالقتل ساعة أن رأوني مأخوذا مع الأربعة، كانوا هم ذاتهم الجيران من لقبوني بالبطل حين رأوهم عائدين معي إلى الشارع مستخدمين سلاحهم لحمايتي وليس لتصويبه نحو رأسي.